إذن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار عين التين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. تفاصيل هذا اللقاء مباشرة من عين التين مع الزميل ريف عقيل. ريف، ما سبب هذه الزيارة وهل من معطيات رشحت عن الأسباب الكامنة وراءها؟ نعم شادي، منذ قليل غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر عين التيني في زيارة تأتي يعني ضمن اللقاءات الدورية والاعتيادية لعين التيني. هذه الزيارة كما أشرت يعني هي فقط للبحث في ملف الانتخابات، وهي تأتي قبيل مغادرة أو سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع المقبل. هو يعني أتى لوضعه في أجواء هذه الزيارة وهذا السفر، وأيضا كما قلت للبحث في ملف الانتخابات النيابية، وهي فقط يعني جولة أفق في كل الأحداث السياسية والمشاكل يعني التي تحدث الآن في لبنان. طبعا يعني هنا في قصر عين التين على جدول أعمال يعني وزيارات اليوم، كان هناك عدد استقبالات منذ الصباح الباكر. بداية الاستقبالات كانت صباحا مع سفير المملكة العربية السعودية الذي حضر إلى قصر عين التين في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، غادر بعدها دون الإدلاء بأي تصريح. بعدها أيضا استقبل الرئيس نبيه بري سفير دولة الكويت الذي يعني حمل إلى لبنان رسائل ود عبر الرئاسة الثانية، وأيضا وقد حمله الرئيس بري رسائل شكر إلى دولة الكويت على دعمها الدائم ووقوفه إلى جانب لبنان. أيضا حضر السفير القطري، وكانت يعني زيارة ولقاء ودي مع الرئيس بري، غادر بعدها دون الإدلاء بأي تصريح. وأخيرهم يعني كان الرئيس نجيب ميقاتي الذي كما أشرت غادر دون الإدلاء بأي تصريح، ولكن بحسب المعلومات هي زيارة فقط عادية لوضع الرئيس بري في أجواء كل الأحداث السياسية قبيل سفره إلى المملكة العربية السعودية. شادي، شكرا لك ريف.